لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. نجح سعد النصيري في التعاقد مع المدرب المغربي عادل رمزي لقيادة فريق الوداد في الموسم المقبل، وذلك بعد اتفاق رسمي بين كلا الطرفين. ومن الشروط التي حددها عادل رمزي توقيعه لعقد يتجاوز موسمين على الأقل للاشتغال بأريحية وبدون ضغوطات من طرف مسؤولي النادي، إلى جانب وضعه لمبلغ مالي كبير في حال أراد أحد الطرفين فسخ العقد من جانب واحد. وتشبث أيضا عادل رمزي بسعي طاقمه المساعد بالإضافة إلى التشاور معه من طرف المكتب المسير حول أي نقطة تتعلق بالفريق الأول دون التدخل في مهامه داخل النادي. ومن المتوقع أن يلتحق اللاعب السابق لفريق الوداد صلاح الدين السعيدي حسب بعض المصادر بالطاقم التقني للمدرب الجديد عادل رمزي، وذلك في انتظار التأكيد الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة. نجح فريق الوداد في حسمه لصفقة منتصر الحسيمي بالانتقالات الصيفية الحالية قادما إليه من نادي طرابزونسبورت التركي، حيث سيوقع منتصر الحسيمي في الساعات القليلة القادمة بشكل رسمي في كشوفة فريق الوداد بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل مع أحقية الشراء من نادي طرابزونسبورت التركي. تأكد بشكل رسمي استمرار اللاعب يحيى شبران بفريق الوداد في الموسم المقبل، وذلك بعدما وافق على تجديد عقده رفقة النادي لموسم إضافي بمنحة سنوية مغرية في انتظار التوقيع الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة. وإلى جانب اللاعب يحيى شبران، وافق أيضا الظهير الأيسر يحيى عطية صلاح على تجديد عقده رفقة النادي دون إضافة أي تفاصيل أخرى تهم العقد الجديد لعطية صلاح مع فريق الوداد.